السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل يوم شهادة الزهراء سلام الله عليها، ونعزي الإمام العصر صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن العسكري وجميع مراجعنا العظام وشيعة ومحبي أهل البيت في جميع العالم. وفي هذا اليوم الأليم أهالي كربلاء في مدينتهم كربلاء المقدسة تخرج العزيات من صباح إلى المساء في هذه الليالي الثلاثة، وهذا موكب الفاطميون كما ترون قادما من موقعه لتعزية أبي الفضل العباس سلام الله عليه والإمام الحسين وتأدية العزاء في صحن الإمام الحسين إن شاء الله. ونقول اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيلها حنية يا خيمة وحيز نشيل منا بمجالسنا الحسينية، يا خيمة وحيز نشيل منا بمجالسنا الحسينية، ولي خدميت صدق عنده بخت تدعي ليومية، ولي خدميت صدق عنده بخت تدعي ليومية. نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل، ولا سيما سماحة المرجع الكبير سيد صادق الحسين الشيرازي وكافة خدمة الحسين. بسم الله، قال رسول الله: يا فاطمة من آذاك فقد آذاني، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، فاطمة روحي بين جنبي. فنسأل احنا في هذه المناسبة اليوم راح نعزي ولديها، ولدها الحسين وابو الفضل العباس بهذا المصيبة الكبرى. نسأل الله ان يديم علينا هذه النعمة، وهي تعزية واظهار مظلومية اهل البيت. مظلومية اهل البيت اخوان، مظلومية اهل البيت بدأت من فاطمة الزهراء، من كسر الضلع، من حرق الدار. فنسأل الله انه ينتقم من كل من اذى فاطمة، ونسأل الله ان يديم هذه النعمة ببركة محمد وآل محمد. الحاج محمد جعفر حساني كربلاء. كرار حسين الكربلائي: إذا عافتني كل الناس، إذا عافتني كل الناس، أعرفك ما تعوفيني. إذا عافتني كل الناس، أعرفك ما تعوفيني. إذا مر يمرني العوز، فضل خيرك يغطيني. يا زهرة. إذا عافتني كل الناس، أعرفك ما تعوفيني. إذا مر يمرني العوز، فضل خيرك يغطيني. إذا مر المرض بي، إذا مر المرض بي، يا مولاتي تشافيني، يا مولاتي تشافيني. إذا عيني غفت مهموم، يجي طيفك يواسيني. إذا عيني غفت مهموم، يجي طيفك يواسيني. ذكر له آلاء أمه يا زهراء، أمه يا زهراء، أروح صوتك أمه يا أمه أمه.
وقفت ببابك مجدي بعدني بأول سنيني وقفت ببابك مجدي قضيت سنيني بس الطوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد تعامل معها الطالبون للسلطة والحكم، تعامل معها المصلحيون معاملة دموية وحشية، هجموا على دارها وأحرقوا بابها الذي يقول عنه رسول الله: حجاب فاطمة حجابي وبابها بابي، وكسروا ضلعها وضربوها حتى صار على عضدها كالدملج، وأسقطوا جنينها، جنينها المحسن، المحسن السقط هو وثيقة غلامة السيدة زهراء. والعالم الإسلامي، كثير من الذين في العالم الإسلامي يمجدون أعداء الزهراء، يكبرون أعداء الزهراء، وهذا الموقف ظلم متجدد على الزهراء. أمه يا زهراء، أمي جفنها تبين العبرة. ليش؟ إذا صار العصر أمي جفنها تبين العبرة، أقل هشبيك وتقلي يا يما عصرة والزهرة. إذا صار العصر أمي بجفنها تبين العبرة. تقول الروايات أن المغرب العصر هو كان ساعة وفاة فاطمة سلام الله. محمد عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدتي وولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومن بين الحرمين الشريفين أقول: مصايب فاطمة عظامي بدنها، وحس الكون صار ظلم بدنها، حين غسلت بيدي بدنها كسر قلبي كسور، والعين زكي. أحسن الله عزاكم وخادمكم والزهرة. أريد تعلم وليدك على فاطمة يدق صدره. مدوان محمد نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام باستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، سائل الله بحق الزهراء أن يجعل هذا البلد آمن وشافي وعافي جميع المرضى. وحاب أسمعكم في القصيدة هيك للزهراء بيت نعي. أقول نشر حزنك على راسي علامة يا أبويا ودمتي العيني،
علامه انا بوجهي ظلت السطره علامه علامه اجيك وشوف شنو صار بي يا اجيك وشوف شنو صار يا حسين ابو شعيب كفر فطور هالدمع النظيف فطور ولي اضمن حزني وتسالف دمعتي بيني وبينك أضمن حزني وتسالف دمعتي بيني وبينك. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم لمصابنا بسيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعزانا لسيدنا مولانا ولي نعمتنا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة. ها هم عزاء الفاطميون في كل عام يحيون ذكرى مولاتنا فاطمة الزهراء وهذه الجمعة المعزية متجهين إلى حرم سيد الشهداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين والآخذين بنهجها والمعتمرين بأمرها إن شاء الله. ولعن الله قاتلها وعظم الله أجورنا وأجوركم. أسأل الله أن حزني لعاشورا الله يا زهرة الله يا زهرة الله يا زهرة ولي الله يا زهرة ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الآد النبي استنصرت أنصارها هدمت قواعدها وطاح منارها فأقم بسيفك ذي الفقار منارها فإلى ما تغضي يا بقية الله فإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارا سيدي منع البتول عن النياحة إذ غدا تبكي أبا قالوا لعلي يا علي قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا أو تبكي نهارا وتسكت ليلا قالوا لها قري فقد آذيتنا يا أنا
أنا وقد سلب المصايا الله أنت المعزى أنت المواسى بمصاب جدتك الزهراء سيدي جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن أحمد بالباب أيوة فاطمة رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا أيوة فاطمة أذى اللعين عندما وقف على باب فاطمة مولاتنا الزهراء من بعد ما سمعته ينادي يا علي اخرج فإن الأمر ليس لك وقفت الزهراء ونادت وقالت ما لنا وما لك يا فلان ويا فلان هذا اللعين عندما أحس بفاطمة خلف الباب ركل الباب برجله والزهراء لاذت وراء الباب هذا اللعين حس بفاطمة خلف الباب فعصرها هو الذي يقول فعصرتها حتى سمعت أنينها وزفيرها كاد قلبي أن يرق عليها لكني تذكرت محمدا وعليا وما صنعوا بنا عندها وضعت قدمي عند مقفل الباب وظهري على الباب وصرت أعصرها حتى سمعت أضلاعها تتكسر أين المنادي وفاطمة أين المنادي وسيدتا مولاتنا فاطمة صارت تستغيث بذاك الحال بأبي يا رسول الله تنادي أبا يا رسول الله أبا أكذا يصنع بحبيبتك فاطمة أبا هكذا يصنع ببضعتك فاطمة من غاب شخصك يا ولينا علقة رواية الشار علينا إجانا الصهاك وشياطين وياهم حطبهم شايلين أبويا أنا ليه طلعت والها وحزينة وقلت لش عندك جاي لينا وكل يوم قلبي مروعين بويا بويا ردني ردني وسطر خد بيمينة بويا ردني وسطر
خطر خدي بيمين عصر ابنة الهادي الأميم وأسقطوا منها الجليم وأخرجوا كرارها قادوا والزهراء تعدو خلفهم عبرا 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 فليتك تنظر استعبارها سيدي والعبد سود متنها فاستنصر والعبد سود متنها فاستنصر أسفاً فليتك تسمع استنصارها فقضت وآثار السياط بمتنها فقضت وآثار السياط بمتنها فليت عينك عاينا عيت آثار حر قلبي على بضعة رسول الله التي لا زالت من بعد أبيها رسول الله معصبة الرأس باكية العين ناحلة الجسم منهدة الركن محترقة القلب يغشى عليها ساعة بعد ساعة آجركم الله يا موالي مولاتنا فاطمة عندما دنت منها الوفاة حضر عندها أمير المؤمنين علي وصارت توصي أمير المؤمنين قائلة له يا أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة منذ أن عاشرتك ولا خالفتك بأمر منذ أن عاشرتك فقال لها يا بنت رسول الله أنت أعظم وأبر وأتقى من أن أوبخك بأمر قد خالفتني به لكن يا فاطمة إن فقدك عزيز علي أراعل للدنيا علي كثيرة وصاعبها حتى الممات عليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل يقلها يلبتول صدق ترحي يقلها يلبتول صدق ترحي وتعوفين بعجل يا قرة العين والله تمنيت العمر ويانا تقضي تظلمت شمل سنين وسنين يا تظلمت شمل سنين وسنين أما حال أيتام فاطمة حال العقيلة زينب وهي تنظر إلى تقلها حسبالي يا زهرة تبقي لي وباري
قولي قولي يا يما شنو ماذي والله من الجرح ما تمحل بيج لو ان بيدي افت قلبي وداوي بل كت تطيب العلة البيج والعافية والعافية من الله ترد ليج يا والعافية من الله تريج يا ادليج واما حال المولى الحسن ينظر امه فاطمة الخبر يقول الزهراء كلما تنفست تألمت بأبي وامي الإمام الحسن ينظر حال أمه وهي تتألم بأنفاسها يقلها يا يما يا يما لا تجرين النفس بهداي ولهذا المنازع قطع حشاي يا يما شنهي يا يما ونتجها جرانا من البواج نعمة يا تعيناي أجركم الله يا موالين مولاتنا الزهراء عندما دنا عندما دنت وفاتها وحان حينها وقرب أجلها تقول أسماء قامت إلى الحسن والحسين غسلتهما وألبستهما ثيابهما ودفعت بهما إلى أبيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد ذلك تقول أسماء قالت لي مولاتي فاطمة يا أسماء إني داخل إلى حجرتي أقرأ القرآن وأدعو الله وأناجيه فإن كنت تسمعين صوتي فاعلمي أني على قيد الحياة وإذا انقطع صوتي عنك فاعلمي أني قد التحقت بأبي رسول الله قد التحقت بأبي رسول الله تقول أسماء مولاتي فاطمة اغتسلت ولبست أطهر ثيابها بعد ذلك دخلت إلى حجرتها تقرأ القرآن وتدعو الله وتناجيه وأنا مستأنسة بالاستماع بسماع صوتها بينما أنا كذلك وإذا بصوتها قد انقطع وقفت عند باب الحجرة ناديتها يا بنت رسول الله لم تجبني ناديتها يا حبيبة رسول الله لم تجبني أجركم الله يا مواليم تقول أسماء وإذا بي قد دخلت إلى حجرة فاطمة وجدتها مستلقية على جنبها وقد غطت وجهها بعباءتها صرت عندها كشفت عن وجهها العباء وإذا بها قد فارقت الحياة أي رحم الله من نادى وفاطمة أي رحم الله من نادى وسيدة وشهيدة ومظلومة تقول أسمى بعد ذلك وإذا بالحسن والحسين أقبلا أردت أن أسليما ريثما يأتي أبوهما علي فقلت لهما سيدي أضع الطعام لكما لتأكلانه
فقال يا أسماء منذ متى عهدتينا نأكل من دون أمنا فاطمة؟ أسماء أسماء أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إنها نائمة في حجرتها. فقال يا أسماء هذا ليس وقت نومها بل وقت عبادتها. تسابق الحسنان إلى حجرة أمهم فاطمة، دخلا على أمهم، رآها الحسن والحسين في ذاك الحال. الحسن ألقى بنفسه على صدر أمه وهو ينادي ويقول ما كلميني فأنا عزيزك الحسن. أسمع تقول منظر الحسين قطعني أعطى قلبي، رأيت قد وضع خده على باطن قدم أمي وهو يقول أما كلميني، أما أجيبيني قبل أن تخرج روحي من هذه الدنيا. أما كلميني فأنا حبيبك الحسين. ويلي يما بقينا من بعدك يتامى يتامى، يا يما اللي بعدك ما ننام، يا يما يا الدهر صوبنا بسامة وقلوبنا عليك مليانة جروح، ويلي وقلوبنا عليك مليانة جروح. بعد ذلك جاء أمير المؤمنين إلى الدار، رأى حال أولاد، رأى حال الزهر، الحسن على صدر أمي الحسين عند قدمي أمه فاطمة، وإذا بنداء من السماء يا علي ارفع الحسنين عن صدر أمهم فاطمة. فقد أبكى يا والله ملائكة السماء، أجركم الله يا موالي مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مولانا علي بن أبي طالب عندما صار يغسل فاطمة يجهزها يكفلها، كانت أسماء تعين المولى أبا الحسن في تغسيل الزهراء. حر قلبي على أيتام فاطمة، بلسان الحال عدهم وصية ويا أبوهم علي. عندما صار يغسل فاطمة قلهم بهداي بهداي عليها من تصب الماي، بهداي أخاف ضلوعها يلجمهن الماي، بهداي بهداي عليها من تصب الماي، بهداي بهداي أخاف ضلوعها يلجمهن الماي من بعد آثار طبقات الجذعها. ويا لغسلها يا ترفق يا علي بيها بيها ولا تلجم ضلعها الذي ماذي، تدريها علي للزهرة تدريها مكسورة ضلع ياه الذي جبره. أسمع تقول بينما مولاي أمير المؤمنين يغسل فاطمة وأنا أعينه بحمل الماء
وإذا به قد انعزل جانبا، صار يبكي صار ينحب. أنا سألت أمير المؤمنين، قلت له يا أبا الحسن مولاي يا أمير المؤمنين، ممن عزالك؟ مما بكاؤك؟ ممن أحيبك؟ فقال يا أسماء لا تلوميني، فقد مرت يدي على ضلع من أضلاع فاطمة وهو مكسور. أين المنادي وفاطمة؟ أين المنادي وشهيدة؟ ضلع واحد يا علي وهد حيلك، شوف شلون حالك لو انت تحضر بالطفوف. حر قلبي عليك سيدي أبا عبد الله، نعم يا موالين عمر بن سعد ما اكتفى بقتل الحسين في يوم عاشورا، حتى وقف ونادى بعشر من الخيال يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ودوسي صدر الحسين. صارت الخيول تأتي وتروح على جسد أبي عبد الله ذهابا وإيابا، ولركبت خيالها وقامت تهشمة تهشمة يا يا أولا، خلت ضلع سالم بجسمه. ركبت خيالها وقامت تهشمه ولا خلت ضلع سالم بجسمه، يا بس خلت يسيل حسين دمه. وعلي وغار على الخيام وعليه غار إلى أنا بالزهراء وبيئة وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل في فرج إمامنا سيدنا منقذنا مخلصنا شفيعنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه لتعجيل الظهور، لتيسير الأمور، لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى، رحمة للأموات، لدفع البلاء والوباء، لكشف الغمة عن هذه الأمة. نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. أمين.